اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. باش نجي من الاخر في هذا الفيديو وقبال ما تجي شي وقيته ولا يجي شي تمديد ولا تجي شي عطله، بالنسبه للفروض الثالثه بدات توجد من دابا. ما تسناش العطله، ما تسناش التمديد، الفروض ما واقفينش على هالشي. هادو اللحظه المناسبه هي دابا، من دابا وجد، باش في الوقيته اللي يكون ستريس تكون انت مرتاح، ما مسوقش للعالم، تكون انت ديجا خديتي معلومات بزاف وخصك غير دير مراجعه وطليله وصافي. وكننصح اي واحد تابعو موحد ولا جهاوي ولا امتحان في شهر 6 يبدا من دابا، باش في الوقيته اللي يجي ديك الوقيته اللي كيكون فيها الضغط عالي تكون انت ديجا مشحون بواحد الثقه في النفس باللي راه عندك واحد المعرفه واخدها ديجا وخصك غير تراجع. فروض الثالثه بدا دابا، غتكونوا بديتوا الفروض الثانيه اليوم. دونك بالنسبه للفروض الثالثه كننصح اي واحد يسمع هذا الفيديو يبدا دابا. بزاف منكم كان كيتسنى التمديد انكم يزيدوكم واحد الاسبوع اخر، واخا يزيدوكم اسبوع اخر كنتو غتاخدو بروسيس ديال انكم تبقاو تا لاخر اسبوع ولا اخر نهار عاد تخدمو، وهذه ماشي طريقه اللي غتخليكم عامرين بالمعرفه. بداو قبل ما يبدا داك ستريس ديال الفرد. بالنسبه للفروض الثالثه بداو دابا. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. الداعم ديال هاد الحلقه هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك احرار علمي، اولا اولى باك علمي. هذا الكورس فيه منهجيات والدروس كامله في هذا المستوى، هذا اولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحه ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك انك تشريه وتستفد منه في هذه النمره اولا في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو.